من يومين ثلاثة كان في طبيبة بريطانية كانت بتقرأ رسالة طارئة وصلتها من مدير المستشفى، مستشفى الشفاء في قطاع غزة، فكانت طالعة تقراها بتتكلم عن الأوضاع الصعبة اللي القطاع بيواجهها نتيجة الاعتداءات الوحشية على غزة وعلى المستشفى، ولكن ما قدرتش وانهارت في البكاء. تعالوا نشوف. We as medical staff want to leave, but we cannot. We might not survive until the morning. We don't want to be killed here, just only because we remained committed to our patients and our medical profession. I am calling for help urgently. Please do whatever you can through your government or the international, the ICRC, the Red Cross, to arrange a safe corridor for the medical staff. Please treat this as top urgent. This is the director of the major trauma hospital in Gaza. Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! يعني العالم مش قادر يشوف، العالم اقصد بيه الحكومات، لان الناس فايقه. الحكومات اللي بتتكلم في البلينكن ومش البلينكن اللي بيتكلموا دول، طب ما اشوف هم مواطنين الغرب هم اللي موجودين هناك حاسين بايه وشايفين ايه وعاملين ايه وحالتهم منهاره ازاي، وبيقول لك مش يمكن ما نقدرش نعيش لغايه بكره. الله اعلم هم عايشين بكره جه عليهم ولا لا، يعني ربنا سهل وربنا يستر.